حسام دياب، يعني كل ذلك كيف تتفاعل معه طهران؟ كيف تنظر إلى التهديد الإسرائيلي الآن؟ هل هناك مظاهر بأن هناك تكهنات معينة؟ هي ضربة مؤجلة ولكن إسرائيل تقول بأنها حاصلة. هل تتصرف طهران على هذا الأساس؟ عمليا الإعلام الإيراني هو الذي يتحدث كثيرا عن الموضوع وعن السيناريوهات الإسرائيلية المحتملة لضربة ضد إيران ردا على الضربة الإيرانية لإسرائيل قبل أيام. عدة سيناريوهات وضعها الإعلام الإيراني، لا يتم الحديث من قبل الدبلوماسيين الإيرانيين وحتى العسكريين أو حتى التعليق عليها. الأمر مفتوح مع تأكيد كامل من قبل كل الأطراف أو أطراف القوى هنا في إيران لمسألة الرد الحاسم على إسرائيل في حال قامت بأي سيناريو ضد إيران. السيناريوهات المطروحة على عبر وسائل الإعلام تتحدث إما عن ضربة محدودة داخل الأراضي الإيرانية لمنشأة حساسة ربما للحرس الثوري الإيراني، ربما منشأة نووية ما يعني عودة ملف استهداف المنشآت النووية إلى الواجهة، ربما يكون السيناريو المحتمل الآخر والأضعف ربما هو مسألة الاستهداف السايبراني بعملية موسعة داخل الأراضي الإيرانية، وإما الذهاب إلى سيناريو رابع حتى ولو كان ضعيفا لكنه محتمل، وهو أن تنصاع إسرائيل للضغوط الغربية وضغوط واشنطن الداعية ربما لعدم التصعيد مع إيران واكتفاء إسرائيل في هذه المرحلة ربما بعدم الرد والاكتفاء بالتصريحات والوعيد السياسي. هي سيناريوهات مطروحة كما قلنا مع تأكيد كامل من قبل الجانب الإيراني على أن الرد قادم لا محالة في حال قامت إسرائيل بأي عمل ضد إيران، وهذا ما أكد عليه قائد القوة الجوية في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا حاجي زادة، والذي كان معنيا بالدرجة الأولى بمسألة الضربة الإيرانية، ضربة الوعد الصادق كما أسمتها إيران، والذي تم التركيز عليه بعد صلاة العيد التي أمها المرشد الإيراني علي خامنئي. عندها ركزت الكاميرات عليه وعلى ابتسامته تحديدا، وتناقلت هذه الابتسامة وسائل الإعلام بشكل كبير هنا في الداخل الإيراني، وكأنها تشير إلى أن هذا الرجل هو الذي سيقود المرحلة المقبلة فيما يتعلق بمسألة الصواريخ والطائرات المسيرة، كونه معروف في الداخل الإيراني محمد رضا حاجي زادة بأنه مسؤول عن هذا الملف وتطويره منذ أكثر من 10 سنوات. الأمر الآخر المطروح حاليا على الواجهة هو مسألة القيود التي ستفرض ربما بحسب وسائل الإعلام على زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قريبا لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة. هناك أنباء تقول عن أن الإدارة في واشنطن، إدارة الرئيس بايدن، ستفرض عليه قيودا لن يتمكن من التحرك، ما يعني تقييد حركة عبد اللهيان الذي قاد حملة دبلوماسية موسعة قبل الضربة الإيرانية لإسرائيل وما بعدها، تقريب أكثر من 20 أو حتى 30 اتصال مع مختلف الأطراف، أطراف تواصلت مع إيران ومع عبد اللهيان شخصيا، يقول بأنها أطراف إقليمية تهدف إلى التهدئة وتقديم تطمينات للجانب الإيراني بأنه سيتم الضغط على إسرائيل، وأطراف أخرى تحاول الوصول إلى حل وسط مع إيران عبر عبد اللهيان الذي قدم بطبيعة الحال أول أمس رسالة شكر للقوات المسلحة الإيرانية على ما قامت به خلال الأيام الماضية. من طهران مراسل تلفزيون العربي حسام دياب، وأيضا من القدس أحمد دراوشة وريما أبو حمدية مراسلي تلفزيون العربي.